إلى أين وصلت مستجدات التحقيق فيما يتعلق بقضية مرفأ بيروت وتوقيف مدير الجمارك؟ لا يزال التحقيق مستمرا. قاضي التحقيق العدلي فادي صوان بعدما انتهى من استجواب بدري ظاهر مدير عام الجمارك قام بجولة في المرفأ للاطلاع على الواقع الميداني هناك، ثم عاد ليستكمل استجواب حسن قريتم. استجواب بدري ظاهر استغرق 4 ساعات ونصف ساعة، ما يعني أن القاضي بات مقتنعا بضرورة توقيف بدري ظاهر لمسؤوليته في موضوع التفجير. وطبعا هذه الحلقة الأولية من التحقيقات التي قد تشهد الكثير من التغييرات والكثير من التطورات الإضافية، لأنه حسب المتابعين من المتوقع أن يصار إلى توقيف حوالي 20 شخصا من المسؤولين الإداريين المباشرين في المرفأ الذين كانوا على علم بوجود باخرة المتفجرات هذه ولم يقوموا بما يجب من إعلان حال طوارئ ربما من خلال المراسلات والاتصالات واللقاءات لإنهاء هذا الوضع الشاذ في مرفأ بيروت. ولكن المسألة ليست هنا، المسألة أكبر من ذلك. المسألة تتصل بمن أتى إلى بهذه الباخرة إلى لبنان، من أبقاها هنا، من لم يسأل عنها ولم يكن معروفا لمن هي هذه الباخرة. وهذا الأمر بالنسبة إلى متابعين يدفعهم للاعتقاد بأن ثمة جهة نافذة هي التي تمكنت من إبقاء هذه الباخرة في لبنان، وهي التي دفعت بالمسؤولين الإداريين إلى الموافقة أو الإذعان لهذا الأمر. هذا هو السؤال المطروح هنا بين المراقبين في لبنان، وهذا هو السؤال الذي يتطلب أن يأتي القاضي فادي صوان بإجابات واضحة ودقيقة عليه، إضافة إلى شرح كيفية حصول الانفجار. وإلا فإن السجال حول ضرورة قيام تحقيق دولي في انفجار المرفأ غير المسبوق سيبقى سائدا على غرار السجال الذي ساد بعيد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي انتهى إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بعد حوالي 2 سنين من حصول الاغتيال. أشكرك جزيلا مراسلة الغد من بيروت كلودي أبي حنا.